يعني تقريبا بانو حلقه صرت يا سيدي؟ صرت بالحلقه 25 وما بقي لي الا 5 حلقات حتى شطب على المسلسل كله. دخيل عينك يا استاذ، تخفل ايدك شوي، بدي لحق رمضان. متفق مع 3 محطات فضائيه ان يسلموا العمل برمضان، واذا تاخرت بيخرب بيتي. صدقني يا استاذ فواز، عم بعمل كل جهدي، الله وكيلك لزقان بهالبيت ليل مع نهار، ولولا الظروف يلي مريت فيها كنت سلمتك العمل جاهز من شهر. بعرف هالشي يا استاذ، وبعرف انك ما بتقصر، مشان هيك انا ما رح الح عليك زياده. كل ما هنالك عم بحكي لك وجعي بشكل اخوي. ولا يهمك استاذ فواز، بوعدك خلال اسبوعين يكون العمل جاهز كلياته على مكتبك. يا سيدي بارك الله فيك، وان شاء الله ما بينطع عنك وحي كتابي ابدا. صاير لي شلون وحي الكتابي معك بهالايام؟ شغال؟ لحد هلا ماشي حاله، بس مشكلتي اني مزنوق بالوقت. عفوا استاذ مروان، بدي مون عليك بشغله صغيره، بس مو هلا، لا تخلص العمل اللي بين ايديك. خير، شو الشغله يا استاذ؟ لا لا معلش، ما بدي شغلك بهالوقت. لا مو مشكله، معلش، يا ريت يعني هيك تعطيني فكره عن الموضوع. بتتذكر نص بين الحيطان اللي قريتك اياه من مده؟ انو نص؟ اللي كاتبه مصطفى. انو مصطفى؟ مصطفى ابن اختي. ما عرفته. ولو شو بدنا استاذ مروان؟ مصطفى ابن اختي سعاد، طالب البكالوريا ادبي يلي رسب وما جمع علامات وانضرب بالعربي. ايه تذكرته. شو بو؟ بدي منك تعدل لي النص اللي كاتبه، بس مو هلا، لا تخلص اللي بين ايديك. ما فهمت عليك، شو نوع التعديل؟ تعديل كوميدي طبعا استاذ. احنا بصراحه اشترينا النص وتورطنا فيه على اساس نص كوميدي، قام طلع نص ولادي كتير وبيبكي، ما بدنا هيك تمرق لنا بين ايديك الحلوه وتكومد لنا اياه شوي. مين في النا غيرك يعمل كوميديا استاذ؟ شي شلون بدي كومد لك اياه يعني؟ ولو يا استاذ، ما بده مني يقول لك، هي شغلتك يعني، شويه مواقف سوء تفاهم من هون، على كم كاركتر من هون، على شويه نكت بيطلع نص كوميدي. ولو انت معلم استاذ، ما بده مني يذلك. اسف كثير، ما بقدر اسوي هيك شيء. لا ليش استاذ؟ اول شيء انا ما بيطلع بايدي اشتغل مرقع نصوص لهواة وطلاب مدارس. ثانيا الكوميديا مو بهارات بطلعها من جيبتي وبرشها على النص حتى يصير كوميدي. بس النص في معاناة، يعني مصطفى كاتب قصته الحقيقية مع عمته، بس القصة محزنة شوي. مع عمته؟ مع سته؟ انا ما بيطلع بايدي صنع نفايات، يعني عدم المؤاخذة، ما وصلت لهالمرحلة انا. يا عيني عليك يا استاذ مروان، شو دمك خفيف، يعني مو من شيء قليل عم تطلع معك هالاعمال الحلوة. على كل حال استاذ انسى الموضوع، منكلف واحد غيرك فيه، بس بدي تخلص لي العمل اللي بين ايديك. تفضل صحي راسك بفنجان قهوة. اي والله يسلموا الايدين. شو لساتك عم تكتب؟ شوفت عينك، غرقان لشوجتي لقراريط اداني. مطول لتخلص؟ ما بعرف، الله اعلم. ايه شوف شو. مرحبا استاذ مروان. اهلين اهلين. مرحبا. شو ما عرفتني استاذ؟ نعم. ما تذكرتني؟ لا والله. تعال عمار. أنا عزاب، ابن أبو عزاب اللي أنا قلت لك سترايت الشهر الماضي. يا أهلين وسهلين، يا ميت مرحبا، عدم المؤاخذة يعني ذاكرتي مشوشة شوي. وهون عمار رفيقي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم مستشفى. أستاذ ممكن ناخذ من وقتك 5 دقايق بس؟ والله هو إيه. أهلا وسهلا، تفضلوا. إيه تفضل تفضل عمار. كيف الوالد؟ شو أخباره؟ الحمد لله ماشي الحال. ايه وكيف الشغل؟ تعبان كثير. اوف ليش بقى؟ شو الناس ما عادت ركبت الدشات يعني؟ عم يركبوا، بس الله وكيلك صارت الاسعار مكشوفه والمنافسه قويه، وصارت هالصنعه شغله اللي ما له شغله، يعني كله اشتغل فيها، حدادين، نجارين، مصلحين تلفزيونات، شوفيرية تكاسي، اساتذه مدارس، يعني فلتت الشغله. ويا ترى ما عندكم شغله غيرها؟ هلا عم نفكر انا وعزات نغير المصلحه. وان شاء الله لقيتوا مصلحه جديده. ايه لقينا، بس انتبهوا هالمره، ها لا اقول لكم شيء، شغله مو محروقه، مصلحه مو محروقه، مصلحه مخبايه لحتى ما حدا يدرى فيكم ويقلدكم.
فعلا هذا اللي عملناه، لقينا مصلحة بتربح ومطلوبة كتير وما لها موسم، يعني صيف شتا شغالة. عظيم كتير. وشو هي يا ترى؟ السيناريو. أنا وعمار نوينا نشتغل بكتابة المسلسلات التلفزيونية. شو هاد؟ الحقيقة نحن أنا وعزت يعني طلع عنا موهبة بالكتابة، أنا بالسيناريو وعزت بالحوار. وممكن نتبادل طبعا. المهم نوينا نتشارك بكتابة المسلسلات والمربح بالنص، إن لحالنا خلينا نجرب حظنا مثل هالشباب اللي عم يكتبوا، بقى إذا في مجال ساعدنا شوي. شلون بدي ساعدكم؟ يعني نحن هلأ إذا كتبنا لنا شي مسلسل ورحنا لنبيعه لشي شركة إنتاج أكيد رح يغدرونا بالسعر، لأنه أنا وعمار مو معروفين، بينما إذا تبنيته حضرتك أكيد بيجيب سعر أحسن. يعني بدكم ياني بيع لكم نصوص؟ بعد ما تقراها وتعطينا رأيك فيها طبعاً. وهي نموذج من الحلقة الأولى، بتحب أقرأ لك يا أستاذ؟ لا والله ما عندي وقت، بتعرف لأني لا أستاذ أرجوك، أنا ما رح آخذ من وقتك أكثر من 5 دقايق، بقرأ لك المشهد الأول بس. معلش معلش، ذهني مشوش هلأ وما رح أقدر أحكم مزبوط. هو الحق معك، بس شغلتنا ما بتاخذ أكثر من 5 دقايق. معلش معلش، إذا بتريدوا اتركوني هلأ. أرجوك أستاذ مروان، يعني أنت دائما مشغول وهي فرصة ذهبية إنه نجتمع فيك. ماشي الحال، هات لشوف. أطلب لك فنجان قهوة تاني؟ لا لا معلش، تفضل اقرا بسرعة إذا بتريد. المشهد الأول، خارجي نهاري، بيت عربي كبير، في شجرة نانرج وياسمينة وقطة بيضاء ملطعة بأسود عم تدحرج كركر خيطان أزرق، وامرأة تحرك بالمعلقة صينية معقود بسفرجل، وعم تحوم حوالين راسها نحلة كبيرة واستيتية، حمامة يعني، واستيتية واقفة على كتفها وحاملة بمنقارة غصن شجرة صغير. مرحبا أستاذ مروان. أهلين أبو سعيد. سلامات. أهلا وسهلا. كيفك؟ وين هالغطيت يا رجل؟ صرنا زمان ما شفناك. الحقيقة مشغول شوي. الله يعطيك العافية، بدي أكسبك على فنجان قهوة، شرف. يا ريت بس ما عندي وقت والله. إيه معلش على راحتك، بتركك هلا. الله يسلمك. وينك أستاذ مروان؟ نعم عفواً، لتفضى بدي أقعد أنا وياك شي قعدة بالقهوة على رواق ونحكي. إيه ليش لا؟ أما شو يا أستاذ؟ محضرك قصة بتطير العقل. قصة بتطير العقل؟ إيه قصة بتصير أحلى مسلسل. إيه قسماً عظماً تطلع 30 حلقة، أنا بحكي لك ياها وإنت نقوش. وبيني وبينك أنا مو فاضي لهيك شغلات، ما عندي وقت للكتابة بنوب. طيب طيب، منحكي بهالموضوع بعدين. السلام عليكم. شي شو بيضل محرقص؟ أهلين عايدة. كيفك أستاذ؟ عايدة صارت تكتب سيناريوهات؟ والله سمع. بس فاجأتيني ها؟ بشو تفاجأت أستاذ؟ يعني قصدي تفاجأت فيكي إنك كاتبة سهرة، ما بعرف إنه بتكتبي. أستاذ هي الشغلة عنا بالوراثة، أبي كان يكتب شعر، جدي كان كاتب محكمة، أخوه لجدي كان خطاط، حتى أنا اشتغلت مراسلة شعبية لجريدة الريف، ولسه بدك تتفاجأ فيني أكثر بس تقرأ لي هي السهرة. إيه على عيني، حطيها هون، وبس أفضى رح أقراها على مهلي. إمتى يعني أستاذ؟ مو قبل أسبوعين، لأخلص المسلسل اللي بإيدي. لا أسبوعين كتير أستاذ. صدقيني ما عندي وقت، ورغم هيك رح أقرأ لك إياها قبل كل هالنصوص اللي عندي. شايف هالنصوص هي؟ هي كلها نصوص هواة ومطلوب مني أقرأها خلال هالشهر هاد. شو هالحكي؟ كل هدول نصوص؟ إلك عالم عم تكتب، عم تكتب ما عم أضيع وقت أبدا. وكلها كوميديا؟ لا طبعا، النصوص يلي هنيك بالزاوية كوميدية، ويلي جنبها هو ميلودراما، وهدول اللي قدامي نصوص تاريخية عن مرحلة الانتداب، ويلي تحت هنيك عن مرحلة العثمانيين، وعندك هون نصوص بدوية، ويلي على رف المكتبة فوق فانتازيا تاريخية، ويلي فوق المكتبة بيئة شامية،
ويلي تحت الطاولة هون عندي منوعات. الله يكون بعونك، إمتى رح تلحق تقرا كل هالنصوص؟ شو بيعرفني؟ أصبح أنا ما رح أعطلك. إيه أحسن. رح أقرا لك إياها هلا هيك دغري. بس يا عائدة أنا هلا. الله يخليك أستاذ، ما بأخرك أكثر من ساعة، صدقني. حب واقتحام. هلا هيك عنوان السهرة؟ إيه ما حلو؟ لا معقول، معقول كثير. المشهد الأول. منزل ديالا نهاري داخلي. ديالا تتمشى في أرض ديار حائرة. تخرج الأم من الداخل وهي تصرخ باكية: أبوكي جوا يا ديالا، لا من تمه ولا من كمه، ولي علي عليك يا ميمتي. حبيت أبدأ دغري بالأكشن. مفهوم مفهوم، تابعي. بس بدي أفهم، من أيمتى صارت عايدة تفهم بالسيناريوهات؟ المشهد الثاني، غرفة التحقيق، ليلي داخلي. المتهم: أنا بريء يا سيدي، الله وكيلك بريء، بعدين ما كنت أنا أصلاً موجودة بالبيت ساعة ارتكاب الجريمة. المحقق: لكن وين كنتوا لا؟ المتهم: كنت بالملعب عم بحضر مباراة بالدوري، وبالعلامة أكل طيارة على رقبتي على الباب، ها؟ شوفها لسه لهلأ معلمة. حبيت أنا أحط شوية كوميديا مشان طري الجو. وين الكوميديا هون؟ بالطيارة؟ طويل شوي هذا المونولوج، ما هيك أستاذ؟ لا لا منيح. طيب والحوار مناسب للمنبت الطبقي تبع الشخصية؟ مناسب كتير، هذا هو. والبناء الدرامي للمشهد؟ ما بيشكي من شي، عين الله عليه. والحبكة؟ ممتازة، شو بدك أحلى من هيك حبكة؟ طيب برأيك أستاذ مين رح يكون الجاني؟ أنا. عفواً؟ أنا الجاني، أنا يلي عم أجرم بحق نفسي لأني عم ضيع وقتي. وأسمعك يا آنسة، الكتابة مو لعب ولاد ولا نزوة ولا تسلاية، هذا إبداع، بده موهبة، بده خبرة، بده دراسة، بده ثقافة، بده اجتهاد. هيك إنتاجك، خلصيني. إيه بروح، ليش لا؟ بروح. بس يا خسارة القربة اللي بيناتنا، يا خسارة، بخاطرك. لك ليش هيك زعلتها؟ يعني محرزة مشان شافت مسلسل تزعلها؟ كنت تبناه ودبر لها عند المنتج تبعك. لك يا هيام أنا رح أجن، منين الله مسلط علي هالأمم ما بعرف، وليش الناس مستسهلة شغلة الكتابة كمان ما بعرف. مو الحق على الناس، الحق على التلفزيونات اللي عم تعرض أشكال وألوان. العمى على الحالة، كله بده يصير كاتب، كله بده يصير مخرج، النسوان بدها تصير ممثلات، الشباب بدهم يصيروا مطربين، البنات بدها تصير مذيعات، الكل بده ينشهر والكل بده يتبرواز. اي واخرتها الحالة، اخرتها. شو علي؟ ليش انت متضايق؟ هذا اسمه طموح. هلا انت عن شو عم تدافعي؟ فهميني. عم دافع عن حالي. شلون يعني؟ لحظة لقلك. يعني عايدة مو احسن مني؟ شو ها؟ هذا سيناريو مسلسل كتبته من شهرين، بس ناظرة فرصة حتى اقرا لك اياه. يا حبيبي وزاد في الطنبوري نغمة، ليش من امتى كنتي تكتبي انت؟ هلا بلا مقلسة، انت اسمع واعطيني رأيك. ولك يا حبيبتي يا روحي يا حياتي، مالي فاضي، بدي كمل المسلسل يلا يخليكي. هلا بلا فلسفة، يعني بس شاطر تسمع مسلسل عايدة السخيف؟ عايدة احرجتني وما قدرت اتملص. هلا بلا مبررات سخيفة، عود منيح واسمع. هالمسلسل بده يضرب ها؟ بس يا هيام. خلصنا. المشهد الأول، خارجي ليلي، حواء ذئاب، قمر مستدير في كبد السماء، نافذة مفتوحة تلعب الريح بستارتها، شخير رجل، حركة مريبة، صرير باب، شبح، ضربة موسيقية بتفلج.